تعرفوا معنا على اليوم الوطني الهندي. تحتفل الهند يوم 15 من شهر آب كل عام بالعيد الوطني، وهو اليوم الموافق لنهاية الحكم البريطاني للهند، وذلك عام 1947 وإقامة دولة الهند المستقلة، وفي 18 من تموز من عام 1947 تمت الموافقة من قبل العاهل البريطاني على قانون استقلال الهند، وتم الاتفاق على تقسيم شبه القارة الهندية، وتشكلت الباكستان في 14 من شهر آب. نالت الهند استقلالها في 15 من شهر آب، وبذلك أصبحت الهند مستقلة وذات سيادة. أما عن الاحتفال باليوم الوطني للاستقلال، فإنها تتزين الهند بالأجواء الاحتفالية، حيث تتزين المباني الحكومية بالأضواء والزينة وجميع الأبنية والمحال التجارية والمكاتب، وتغلق أبواب جميع الشركات العامة والخاصة ومعظم المؤسسات والمدارس والكليات، ويبدأ يوم الاحتفال، حيث يتم الاحتفال بالطائرات الورقية، فهي رمز تقليدي لاستقلال الهند وحريتها، ويقوم الرئيس الهندي بإلقاء خطاب في العاصمة الهندية نيودلهي من القلعة الحمراء، ويتبعه رفع العلم الوطني، ويلقي أيضاً رئيس الوزراء خطاباً، ويتم رفع العلم الثلاثي الألوان في القلعة الحمراء. تبدأ العروض الثقافية بعد الانتهاء من الخطابات، وهناك أيضاً مناسبات أخرى تحتفل بها الهند، حيث يحتفلون بيوم الجمهورية الهندية، ويتم الاحتفال به كل عام في يوم 26 من كانون الأول، مهرجان راكشا باندهان، ويتم الاحتفال به في شهر آب كل عام، مهرجان غاندي حيانتي، ويتم الاحتفال به يوم 2 من شهر تشرين الأول، مهرجان جيفاراتي، يتم الاحتفال به كل عام في شهر شباط، ولهم أيضاً احتفالات دينية، عيد الفطر، عيد تشاتورثي، عيد هولي، عيد غانيش، عيد دورغا بوغا، عيد ديوالا، عيد دوسيرا، وعيد الميلاد، ويتم الاحتفال به 25 من كانون الأول. Bye.